أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تحركات المبعوث الأممي في الملف اليمني وما يمكن أن تسفر عنه هذه التحركات. أكد مصدر حكومي أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سيعود اليوم الاثنين إلى عدن للقاء الرئيس هادي ورئيس الحكومة. وقال المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث أنه عقد اجتماعات بناءة في مدينة جدة السعودية عقب لقائه بالمسؤولين السعوديين هناك. وذكر جريفيث في تغريدة له على تويتر أنه يقدر الدعم السعودي المستمر لجهود استئناف المفاوضات اليمنية للوصول إلى حل سياسي للنزاع في اليمن. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي يمكن أن تحمله تحركات جريفيث في الأزمة اليمنية بعد تحركات الأخيرة، وهل يمكن القول أن الأحداث الأخيرة غيرت من شروط التفاوض بين الشرعية وميليشيا الحوثي؟ بمستوى منخفض من التوقعات الإيجابية حيال مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، يستأنف هذا المبعوث مجددا جولة بدأها بالرياض وشملت لقاء مع الرئيس عبد الرب منصور هادي في عدن. لم تعد وسائل الإعلام تحتفي بتحركات هذا المبعوث الذي أخفق حتى الآن في إقناع الحوثيين بالقبول بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها مقابل تجنيب المدينة معركة وشيكة، فيما لم يرشح أي شيء عن اللقاءات التي أجرها جريفيث في العاصمة السعودية الرياض التي غادرها الاثنين. وكانت الإحاطة التي قدمها جريفيث إلى مجلس الأمن عبر الفيديو حول آخر تحركاته وجولته المكوكية الأخيرة قد أثارت ردود أفعال غاضبة من أطراف عديدة، وذلك على خلفية البيان الصادر عن مجلس الأمن والذي بني بنظر المتابعين على ما جاء في تلك الإحاطة. أبرز ردود الأفعال تلك جاء من القيادي في المؤتمر الشعبي العام القريب من الإمارات الدكتور أبو بكر القربي، الذي اعتبر أن إحاطة المبعوث الأممي وبيان مجلس الأمن خيب آمال اليمنيين الذين لم يروا فيهما بصيص أمل للحل. مجلس الأمن كان قد طالب كل الأطراف للانخراط بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة للمضي نحو حل سياسي في اليمن، وطالب بأن يبقى ميناء الحديدة مفتوحاً فيما يشكل غطاء لتعنت الحوثيين الرافضين للانسحاب من المدينة، وعلى نحو أبقى حالة عدم اليقين حيال نجاح المبعوث الأممي في تحقيق اختراق مهم في المدى المنظور بنظر المراقبين. مضى أكثر من شهرين على المهلة التي قطعها المبعوث الأممي على نفسه لإنجاز إطار عمل للمفاوضات المقبلة بين الأطراف اليمنية، وحتى اللحظة لم ترشح ملامح ذلك الإطار في إشارة إلى الصعوبة التي يواجهها. لا يتوقع المراقبون تطورا لافتا في لقاء المبعوث الأممي بالرئيس عبد الرب منصور هادي في عدن، وذلك في ضوء الموقف المعلن للحكومة بشأن ضرورة انسحاب الميليشيا من الحديدة والميناء، وهو ما يرفضه الحوثيون حتى اللحظة. أبدأ النقاش مع ضيفنا من الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد الكبيبان. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك. إذن قبل أيام جريفيث كان في صنعاء، بالأمس يلتقي بمسؤولين سعوديين في جدة، واليوم مقرر أن يكون له لقاء مع الرئيس هادي. باعتقادك ما الذي يمكن أن تثمر عنه هذه التحركات واللقاءات لجريفيث؟ والله بالأمانة أنا لا أتوقع الكثير، لأنه هناك أسباب عديدة وهنالك يعني خلينا نقول تعنت من أطراف، وهنالك يعني أمور لم تتضح لنا نحن كمراقبين أو كمحللين أو حتى أنتم كجهات إعلامية ماذا يدور في الكواليس. الآن لنتحدث قليلا عن التوقيت، لماذا اختار السيد مارتن هذا التوقيت بالذات لإذكاء العملية السياسية ومحاولة إحياء العملية السياسية، بالرغم أنه هنالك يعني تفوق واضح للعمل الميداني والعمل العسكري، وهنالك خسائر وخسائر كبيرة. يعني ماذا بعد أن تتحدث عن جميع الأول أخبلاش أقول الجميع لا أبالغ، أقول هنالك العديد من المدن والأرياف تم استعادتها الشرعية في خلال الأيام القليلة الماضية، ومن ثم يطلع لنا السيد مارتن بعملية سياسية، أوقف العملية العسكرية لأسباب إنسانية، نجح لأنه يكون التقدم العسكري ليس أو أوقف لو هو ليس بالصورة السيئة، لكن طيب لم يذهب. طيب سيادة اللواء، أنت تتساءل من حيث التوقيت لماذا زادت وتيرة تحركات جريفيث، أيضا من حيث التوقيت يبرز السؤال
لماذا توقفت المعارك في الحديدة؟ لماذا تمت الاستجابة لمطالب جريفيث ما دام أن الحسم العسكري ربما يسرع في تحقيق أهداف التحالف والشرعية في إسقاط الانقلاب؟ اليوم أنا كنت على أحد القنوات وكنا نتحدث على أنه المملكة العربية السعودية دعمت قوات التحالف بآليات عسكرية قوية، بمعنى دبابات ومدرعات ومدافع. هذا لا يعني أنه لا يجب أن نصغى ونستمع إلى المبعوث الأممي. والعملية العسكرية في حقيقتها كانت لها أهداف، الهدف الأول هو تحرير المطار ومن ثم إما التوجه إلى الميناء أو تحرير المدينة أو بعض تخوم المدينة. ما حصل هو ما كان يبتغى، ولكن تحديات ظهرت بأنه المقاومة والجيش الوطني أروية العمالقة وإلى آخره لم يكن لديها قوة عسكرية كافية لتطهير الدريهني، التحيتة، زبيد، المناطق بيت الفقية. هذه المناطق لا زال وجود بعض الجيوب الحوثية ولا زال هنالك إغارات ومحاولات لإقامة كمائن ومحاولة لاستهداف قوات التحالف والجيش الوطني. فهذا برضو مؤشر يدل لك على أنه لم يكن هنالك قوة عسكرية كافية، وهذا أيضا سبب بأنه يعني العملية العسكرية صار فيها نوع من ليس عدم التخطيط السيء، ولكن لم تكن كما أردتها أنا كمخطط. لماذا نذهب دايركت طب إلى هناك من يتفق معك في هذا الطرح؟ سيادة اللواء اسمح لي بس آخر نقطة تفضل. يعني عندنا التحيت وزبيد وهالمناطق ذي إلى المخا جنوب الحديدة، هذا كان من باب أولى أن يتم تطهيرها فعليا ويتم قطع كافة الإمدادات والطرق كيلو 16 وإلى آخره الموصل للحديدة، ومن ثم حاصر المدينة. وكيف مارتن يبي يتكلم الآن؟ أهلا وسهلا، ما تبي تتكلم؟ نحن جاهزون بقوتنا العسكرية وللذهاب مضيا لتحرير الأجزاء الرئيسية بأقل خسائر ممكنة بعملية عسكرية نوعية سريعة، يعني محاولة لعدم الاجترار أو اتباع الحوثي لجرك أن يكون قتال داخل المدينة. هذا طيب. كان مفروض يحصل، ولكن طيب سأعود لك للنقاش في هذه، لكن نشرك معنا من تعز الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أهلا بك أستاذ أحمد. إذا نتحدث عن تحركات جريفيث الأخيرة من صنعاء إلى جدة وصولا إلى عدن، باعتقادك هل يمكن أن تسفر هذه التحركات عن شيء مثمر فيما يتعلق بتحقيق تقدم في المفاوضات؟ أنا أعتقد أنها قد تؤدي إلى حل فيما يخص المفاوضات حول الوضع اليمني الحالي، خصوصا وأننا كما تحدثنا قبل يومين على قناة بلقيس أن هذه المناقرات أو المفاوضات التي يجريها جريفيث ب يعني ربما طلب أو تزكية من قبل المجموعة الحوثية هي بغرض يعني كسب المزيد من الوقت من أجل إيقاف العملية العسكرية التي كانت تسري في الحديدة، والتي كانت قد بدأت تحقق نجاحات ويعني صنعت الكثير من الانهيارات المعنوية والعسكرية في صفوف الميليشيا الحوثية، وقد تم استدراج القوات يعني الحكومة الشرعية ومن خلفها التحالف العربي إلى عنصر أو الجانب السياسي إلى الدخول في تفاهمات حول مسألة الميناء، والتي كانت عالقة يعني لأكثر من عامين فيما مضى، وكان الحوثيين يرفضون أبدا يعني التفاهم حول موضوع الميناء ومدينة الحديدة حتى تم تلغيم المنطقة ويعني اتخاذ المدنيين كزروع بشرية وزيادة مستوى التعزيزات العسكرية والمقاتلين الحوثيين داخل المدينة، وبالتالي تم تعقيد الوضع بشكل اكبر، ويعني حدث ايضا هناك تعزيزات اكبر في اتجاه الساحل مما صعب وعقد الامور اكثر. واصبح الان يعني الوقت يمضي وجريفيث يعني يقوم بجولاته من صنعاء الى عدن ومن عدن الى صنعاء والى السعوديه، واعتقد انه خلال هذه الفتره يعني سيكون الحوثيين قد جهزوا انفسهم بشكل اقوى، وقد تفشل المفاوضات وتعود المعارك من جديد، لكن الكلفه الان ستكون اكثر يعني كبيره بشكل يعني اكثر، لانه كما تحدثت ان الحوثيين استفادوا من عامل الوقت ولغموا المدينه بمقاتليهم وباسلحتهم وبالالغام وبالذخيره واصبحوا افضل يعني وضعهم افضل مما كان عليه قبل 3 اسابيع. طيب عد للواء محمد القبيبان، اذا هذه الهدنه والتوقيف للمعارك في الحديده هي
تصب في مصلحة ميليشيا الحوثي لتعزيز صفوفها إذن؟ وأنت كنت طرحت سيادة اللواء تساؤل عن أنه لماذا توقفت هذه المعارك؟ الحسم السريع ربما كان ينجز كثيرا وأيضا يوفر الكثير من الضغط على الميليشيا للقبول بالشروط ومن ثم الدخول في تسوية لإسقاط هذا الانقلاب. الموقف عندما اتخذ إماراتيا في هذا الموضوع بعيدا عن التحالف وعن الشرعية، تفسيرك له أنت سيادة اللواء، وهل تعتقد أنه كان موقف صائب؟ لماذا تمت الاستجابة واتخاذ هذا الموقف أيضا؟ يعني هل تقصد بأنه تم إيقاف العمليات العسكرية؟ في هذا ما تقصد؟ نعم، ما جاء على لسان أنور كركاش وزير الشؤون الخارجية في الإمارات. شوف، إيقاف العمليات العسكرية ليس بالضرورة يكون لأسباب سياسية أو لأسباب دولية، لا، أنا لا أعتقد أنه عندما يتم حشد هذا العدد الكبير من القوات والبدء بالعمليات العسكرية، لا أعتقد أنه يتم إيقافها بسبب خارجي، لا، هي أي عملية عسكرية لها أهداف، لو حتى من مسافة إلى 10 كيلومتر وتم يعني الوصول إلى أو تحقيق هذه الأهداف يتم إيقاف العملية العسكرية. قد تكون العملية العسكرية أوقفت ب يعني رغبة الضغط على المجتمع الدولي، رغبة محاولة إلى أنه يعني إذا كان هنالك فرصة للانقلابيين ويعودون إلى طاولة المفاوضات بالشروط المعروفة أو الاتفاقيات المعروفة أو بالقرارات المعروفة كأهلا وسهلا، لإظهار أنه للمجتمع الدولي قوات التحالف قادرة على أن تحرر الميدان، عفوا الميناء والمدينة، ولكن يعني نريد وقفة من المجتمع الدولي لكي ايضا هنالك تحديات يعني المدنيين، لكي لا يكون هنالك خسائر كبيره، لانه اي عمليه عسكريه صحيح في نازحين خارجين من الحديده عائدين الى اريافهم عائدين الى قراهم، ولكن التعداد السكاني كبير، وايضا في تحديات كبيره على انه هنالك انضمام قوات عسكريه ليس لها التدريب العالي فيما يخص التعامل مع حرب الشوارع. يعني لا نريد أن يحدث كما حدث في تعز للأسف أو كما حدث سابقا في المناطق الجنوبية، لا، نحن نريد عملية عسكرية، فليس بالضرورة إيقاف العملية العسكرية هو بتوجه سياسي آخر، لا، أنا أعتقد أنه هنالك دائما قراءة وتقييم للموقف، ولكن الرجل السياسي يتحدث بما يشاء أو بما يريد. لأن طيب أنقل هذه النقطة لضيفنا من تعز، اسمح لي سيادة اللواء. أستاذ أحمد، إذن باعتقادك ما دوافع وأسباب إيقاف العملية العسكرية في الحديدة وتأثيرات ذلك اليوم على الوضع بشكل عام؟ هناك كان من يرى بأن الأحداث الأخيرة ربما غيرت من شروط التفاوض لصالح الحكومة الشرعية والتحالف. يعني أنا أعتقد أنه ما غيرته الوقائع على الأرض من شروط التفاوض لمصلحة الحكومة والتحالف كان يعني يمكن تحقيقه بشكل يعني يمكن تحقيق قصد منه بالحسم العسكري. كما أعتقد أن ضيفك من السعودية قد يعني أعطى أسباب ربما لا توفر لدينا حول مسألة إيقاف العملية العسكرية، ربما حول يعني وجود قصور أو بعض المشكلات في الترتيبات العسكرية التي قام بها التحالف العربي والإمارات على وجه الخصوص في إعداد المقاتلين ضمن القوات المشتركة. لكن أنا أريد أن ألفت انتباه يعني ضيفك من السعودية وأيضا المشاهدين إلى أن موضوع يعني كفاءة المقاتلين في مسألة حرب الشوارع، نحن كان لدينا تجربة في تعز لمدة 3 سنوات، في الحقيقة أثبت المقاتلين التعزيون يعني جدارتهم في مسألة مواجهة الميليشيا الحوثية، وحتى اللحظة عدد يعني الخسائر في صفوف ميليشيا الحوثية هي أكبر بكثير، ربما بمستوى ضعفين من عدد الخسائر في مستوى مقاتلي المقاومة الشعبية في تعز. وقد كان هناك يعني أخبار تتردد قبل يعني نحو أسبوعين أو أكثر حول مسألة لجوء يعني بعض الأطراف في التحالف والحكومة الشرعية إلى الاستفادة من تجربة المقاتلين المقاومين في تعز حرب الشوارع التي كان طيب على مستوى المقاتلين ربما أن الخسارة الأكبر كما تقول في صفوف ميليشيا الحوثي، لكن مستوى الدمار الذي لحق بتعز كمدينة ربما هائل. هذا طبيعي جدا، طبعا طبيعي يا أخي العزيز، طبيعي لأنه تعز ليس فيها، لم يكن فيها ولا حتى نحن حتى الآن
نحن نتحدث عن مدينة لم يكن فيها ولا حتى كتيبة عسكرية واحدة نظامية مقاتلة. كل المقاتلين في مدينة سعد كانوا مجموعة من الهواة يستقرون للتسليح ويستقرون للإنداد ويستقرون للتعزيزات ويستقرون للقيادة الموحدة ويستقرون حتى العقيدة القتالية. وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تفوق عسكري للميليشيا الحوثي، من الطبيعي أن يحدث هناك دمار واستهداف المدنيين يعني وحصار مطبق. ويعني نحن نتحدث الآن حتى اللحظة هذه لا توجد ألوية عسكرية بالمعنى الحقيقي داخل مدينة سعد بسبب عدم وجود مسرح عملية تتحرك في هذه الألوية ولا حتى وجود تجهيزات كافية لها. يعني اقصد انه لم يكن هناك الحكومه الشرعيه التي نحن نتحدث عنها طيلة الوقت لم تكن موجوده في سعد خلال فتره طويله يعني من بدايه الحرب وحتى مرور يمكن عامين لم تكن متواجده بشكل حقيقي داخل المدينه. وحتى اللحظه هذه نحن داخل المدينه هم من نثبت تواجد الحكومه الشرعيه ومن نثبت تواجد القياده المحليه والقياده العسكريه والقياده، نحن ما نفعل داخل المدينه. وبالتالي لا تلام سعد بهذا الموضوع اطلاقا على العكس من الحديدة، لأن الحديدة هناك تجهيز لقوات نظامية وهناك يعني مدرعات وهناك آليات وهناك تدريب طويل وهناك أيضا يعني خبرة حربية ووجدت على الأرض وهناك مقاتلين أيضا من مناطق مختلفة وأعداد يعني مميز. لا لا يعني لا يمكن المقارنة بين وضع سعد ووضع الحديدة أو وضع سعد وأي منطقة يمنية أخرى على الإطلاق. لكن حينما نتحدث عن مستوى الإنجاز لا، في سعد هناك كان حدث إنجاز خلال السنوات الماضية يعني من الحرب، وهناك يعني من اليوم الاول للحرب وعدد الضحايا في داخل يعني مجموعه الحوثي عدد كبير جدا، بينما عدد الاضرار في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون على مستوى المدنيين يعني تكون بنسبه صغيره ضئيله جدا، انما لكن في المدينه الحوثيين استهدفوا المدنيين بشكل كبير جدا. هل يمكن ان نقول ان هذا يرجع او هذا يعتبر انتصار للميليشيا الحوثي ويعني قصور في جانب المقاومه والجيش الوطني الان؟ لا طبعا، لأن كما تحدثت هناك قوات مقاومة قوات مقاتلة نظامية. لكن أحمد أن تدرك الذرائع التي يسوقها المجتمع الدولي تحت اليافطة الإنسانية فيما يحصل مثلا في وضع تعز، الحوثي كان في وضع المهاجم للمدينة وضع الغازي للمدينة، لكن كان يتم التغاضي عن كل ممارسات الحوثي والتي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بقصف واستهداف المدنيين. إذا ما حصل نفس الحال وهاجم التحالف من الخارج مدينة الحديدة، ربما سترفع الكثير من المبررات وسيواجه التحالف والشرعية بالكثير من الضغط لإيقاف العملية العسكرية بدواعي إنسانية. والله هذا التساؤل يجب أن يعكس على الأخ وزير الخارجية المعالي الوزير خالد اليماني. أين دور الدبلوماسية اليمنية وحتى دبلوماسية الإخوة الأشقاء في دول التحالف العربي من هذه القضية، من قضية الابتزاز الذي يمارس على الطرف اليمني وحلفائه في الإقليم حول قضية الحديدة؟ يعني لماذا لا تطرح أيضا هذه الحجة، حجة أن تعد إلى حد هذه اللحظة ما زالت مدينة محاصرة ولا زالت تعاني من الإجراءات الحوثية؟ نحن يا أستاذ الطريق الذي كنا نذهب فيها إلى الحوبان، يعني الحوبان هذا سوق في تعد نذهب إليه في 10 دقائق، الآن نذهب إليه في 6 ساعات بسبب أننا نضطر إلى المرور على عدة مدن وعدة قرى وعدة مناطق وعدة جبال لكي نذهب إلى هذه الطريق. مثلا على سبيل المثال هذا المعتقل وتعرض للاعتقال، نحن نتحدث عن عدم وجود أيضا، حتى نحن نتحدث عن الشريان الوحيد الذي يربط تعز بالعاصمة عدن، فيه جملة يعني مشاكل وجملة انتهاكات وجملة اعتداءات تحدث. وبالتالي نحن مدينة محاصرة، مدينة تعاني الأمرين منذ 3 سنوات. لماذا لم يتدخل المجتمع الدولي لرفع الحصار عن مدينة تعز؟ لماذا لم يتدخل المجتمع الدولي يعني لإنصاف المدنيين الذين تعرضوا للقصف الميليشيات؟ ونحن حتى قبل أسبوع الآن قتل يعني عدد من الأطفال وأسرة كاملة يعني قتلت بسبب قصف الميليشيات الحوثية على مناطق مدنية لا يعني مناطق مدنية ليست فيها يعني قصدي سكنات عسكرية أو مواجهات. طيب سأعود لك أستاذ أحمد، نحن نتحدث عن انتهاكات الدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية الخليجية، لماذا لا تطرح هذا الملف يعني معادل موضوعي للابتزاز الخارجي الذي يمارس على الشرعية اليمنية وعلى حلفائها؟ طيب سيادة اللواء من الرياض، الآن ربما تحركات جريفيث ومطالبه والضغوط الممارسة من المجتمع الدولي على التحالف والشرعية ربما عملت على إيقاف العملية العسكرية في الحديدة إلى نوع ما، كمدى زمني إلى متى يمكن الاستجابة لهذه الضغوط وأن يلتزم التحالف والشرعية بوقف هذه العملية العسكرية؟ هل إلى ما لا نهاية أم ربما هناك مدى معين ومن ثم ستستأنف هذه العملية السياسية العسكرية في المدينة؟ لأنه طوال هذه الهدنة أو إيقاف العملية تستفيد منه ميليشيا الحوثي كما بات معروف. أنا أتوقع أنه لابد لكل شيء نهاية، ما في شيء مطلق أو شيء يعني هو يستمر
تستمر على ما هو عليه. ولكن أيضا هنالك تحديات، بمعنى صح العملية العسكرية تم دعمها أو القوات الميدانية تم دعمها اليوم بالعديد من الآليات العسكرية كما ذكرت لك في بداية الحديث، وأيضا كذلك تم دعمها بمدفعية بعيدة المدى. هذه المدفعية راح تلعب دور كبير في العمليات العسكرية، بمعنى متى تبدأ، متى يكون هنالك خلينا نقول الخطوة أو الفترة الثالثة أو خلينا نقول المرحلة الرابعة عفوا من العمليات العسكرية، هذا لا أملك الإجابة عليه. ولكن أنا أقرأ لك لأن قوات التحالف والمقاومة والقيادة ترى بأن أو تعطي فرصة كبيرة للعملية السياسية حتى سد باب ذرائع، بمعنى أصح أنه عندما تبدأ العملية العسكرية راح تستمر العملية العسكرية وليكن ما يكون، هنالك إعداد جيد فيما يخص المستشفيات المتنقلة، هنالك إعداد جيد فيما يخص تواجد مواد غذائية وإغاثة ليست كافية ولكن هنالك إعداد جيد، هنالك تقارير استخباراتية لتسريع العملية العسكرية. أرى أن السيد أو الأخ تركي المالكي دائما يتحدث عن الوضع الاستخباري والوضع العملياتي في الحديدة، فمعناته أنه فقط هي مجرد إعطاء فرصة للسيد مارتن لعل وعسى الحوثي يعقل ويعتقد أنه فعلا الأمر لابد أن يكون في أكثر عقلانية ويترك عنه هذا التعنت وهذا العناد، وفي الآخر هو الخسران. يعني رأينا قبل فترة يطلع لك عبد الملك الحوثي يتبكبك، وقبل أمس تطلع لك الميليشيات الشيعية تريد أن تدعم العراق، الميليشيات العراقية الشيعية للأسف تريد أن تدعم عبد الملك الحوثي. هذا كله يعني يصب في ما في أنه هو لا أعتقد أن ينظر للعملية السياسية، لأن القرار زي ما ذكرت لك سيدي الفاضل ليس بيده، القرار في طهران، واقعيا القرار في طهران، ورأينا أن هنالك يعني العالم انتفض فيما يخص الحديدة والعمليات العسكرية في الحديدة، وأصبح الإيراني يتكلم على طهران، حسن نصر الله يتكلم على عفوا يتكلمون على الحديدة. لذلك هي فرصته الآن، إلا قوات التحالف قادرة باللي هي حررت المطار بأقل خسائر ممكنة وبأقل خسائر مدنية ممكنة، قادرة على تحرير الميناء وقادرة على تحرير المدينة. المؤشرات واضحة، الدعم العسكري، قطع خطوط الإمداد، العمليات الجوية مستمرة، العمليات الاستخبارية، محاولة من الحوثي يعني جر أو نجدة بالمجتمع الدولي بأننا نحن التحالف والمقاومة سوف نقوم بعمليات فيها نوعا ما الظلم للمدنيين والآخر. وفي الواقع من التقارير من هو الذي يفعل هذا؟ يعني الخنادق اللي حفرها عسكرت مدينة الحديدة نفسها، أنا أسمع في تقارير تذكر في الحقيقة من الإعلام يعني أنا أقول، ولكن شيء مخيف بأنه يعني نقاط التفتيش والحواجز والخنادق، ويعني جعل المدينة مدينة عسكرية، قطع الإمداد بقوة السلاح، يذهبون إلى القتال في الجبهات. يا رجل قبل كم يوم نشوف أنه أحد ذوي الاحتياجات الخاصة يعني أجبر على القتال، فنحن أمام جماعة لا تفهم ما هي العملية السلمية. طيب. لذلك نرجع لنقطتك. نعم. أشكرك سيادة اللواء محمد القبيبان الخبير الاستراتيجي السعودي، كنت معنا من الرياض. أختم مع ضيفي من تعز الأستاذ أحمد شوقي، إذن ما الذي يمكن أن يتغير وفي موضوع المدى الزمني والاستجابة لضغوط مارتن غريفيث؟ هل يمكن أن نشهد عودة وشيكة وقريبة للعمل العسكري وبالتالي تعطيل للمسارات السياسية لأن هناك تعنت وعدم تحقيق أي إنجاز خلال هذه الفترة بعد كل هذه التحركات؟ والله يا أخي من الكريم من الصعب التوقع يعني حول ما سوف يحدث خلال الأيام الماضية، لأنه أيضا لم يكن من المتوقع أن يتم إيقاف العملية العسكرية، خصوصا بعد أن يعني شجعت بعض القوى العالمية وكذلك يعني الإقليم وأكدوا على قضية أن تحرير الحديدة بات وشيكا، ويعني طرحت مهل زمنية من قبيل الأسبوع الأسبوعين في هذا الموضوع، وكانت المسألة شبه محسومة، ثم بشكل غير متوقع تم إيقاف العملية، والآن يتم أن طلب أن نتوقع ما الذي سوف يحدث بعد ذلك، من الصعب أن نتوقع، لكن
ربما قد نظل في حاله مراوحه لمتزمه معينه، ربما توافق الحكومه ودول الخليج على تسليم الميناء الى طرف ثالث محايد، ولكن ستظل المشكله قائمه باعتقادي. اذا لم يكن هناك خطه استباقيه عسكريه وسياسيه لمواجهه التحديات من واقع وعينا وفهمنا للمجموعه الحوثيه ونمط تفكيرها، اذا يعني لن يكون هناك نجاحات نتوقعها في القريب فيما يخص يعني حسم المشكله القائمه الان في الفديده، وكذلك العمليه السياسيه التي يراد ان تتم بناء على يعني شروط مقبوله ومعقوله تتفق مع احتياجات وتطلعات المجتمع اليمني وكذلك القوى الفاعله. اشكرك جزيلا احمد شوقي، احمد الكاتب الصحفي، كنت معنا من تعز. إذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث، الشكر موصول لضيفينا في هذه الحلقة، وأيضا في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الوجه. في أمان الله.